كيفاش بلد الوليد ديبورتيفو ألبيس وين الدور الإسباني الدرجة الأولى وين كانت الجولة 34 وين كانت اللعب اللي كان منحصر شنا كيفاش اللعب كان منحصر في وسط الميدان شنا كيفاش سيرجيو المدرب تاع بلد الوليد اللي دخل بخطة 4-4-2 شنا أسبير المدرب تاع ديبورتيفو ألبيس اللي دخل بخمسة ربعة واحد يعني من أجل شنا جوردون شنا كيما لوبيز الحارس تاع بلد الوليد شنا خفاير شنا خوكين شنا خفاير شونجيز راول غارسيا بابلو شنا فيدريكو روبن توني شنا كيفاش أنيس يعني كانت شو أوسكار سيرجيو شو كيفاش كانت التغييرات كانت ثاني كانت مدروسة وين شاهدنا أندريا شنا كيفاش مارتين من جانب ديبورتيفو شاهدنا كيفاش خوسي لويس شنا كيفاش أندريا لوكاس فيكتور أولفير توماس يعني كانت المباراة كانت نقولوا بلي كانت منحصرة في وسط الميدان شاهدنا كيفاش بلد الوليد وين كان مسيطر لكن ديبورتيفو ألبيس وين شنا كيفاش المباراة وين كانت كيفاش المباراة انتهت بهدف لصفر لصالح بلد الوليد بعد ضغط كبير نقولوا ضغط كبير لأن شنا كيفاش البلد الوليد وين ضغط في ال 20 دقيقة الأخيرة بالتغييرات اللي دارهم المدرب تاع بلد الوليد سيرجيو اللي دار تغييرات دار خمس تغييرات كاملة ورمى بكل ثقله من أجل الفوز بالمباراة وشاهدنا كيفاش خوكيم فيرنانديز اللي سجل هدف في الدقيقة 88 يعني كانت المباراة مباراة اللي كانت شيقة مباراة اللي شاهدنا فيها حماس كبير خاصة بين اللاعبين تكتيك دي جو بين المدربين وين كانت نقولوا كانت منحصرة وين شاهدنا كيفاش كانت منحصرة في وسط الميدان المباراة كانت منحصرة في وسط الميدان شاهدنا هذه هي وين بلد الوليد هدف ديبورتيفو ألبيس صفر في الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 34 سعيدوا